2004 و 2005 كان رفضت تدخل المكتب، وكان يعني كان العائق كبير، وكان له رفض تفويت ديك المواريد البائعه اللي كيستغلوا زويد المركز هذوك جوج ديال الفراج اللي كانوا كيستعملوا انذاك، وهذا كان كيبقى شرط اساسي باش تدخل المكتب. من بعد في سنه 2013 المجلس السابق كان ابدا ايضا واحد الملتمس باش تدخل المكتب، وكان واحد ربع الاخوان ديالنا وقدموا لي جميع الشروحات، وفعلا قدم هذاك الملتمس وافق على تفويت المواريد البائعه. وهذه المرحله وهذا المشروع ديال التفويت اول مرحله هي مرحله ديال الدراسه. كنا طلبنا في 2014 الميزانيه باش نديروا ديك الصفقه ديال مكتب الدراسات اللي غيتكلفنا بهذه الدراسه. وهذه الميزانيه كتطلب على ديال التدخل في المراكز الجديده كتكون على المستوى المركزي. ما دخلش تيموليد في 2014. وايضا في 2015 ما عطاوناش في الميزانيه. اش درنا يعني بالمشاوره مع المديريه الجهويه، راه كنا طلبنا واحد الاجتماع في شهر مارس الفائت، وكنا درنا واحد التقرير على مركز تيمولين والمشاكل المائيه ديالو والمشاكل اللي كيعيشها، ورفعنا واحد طلب التمويل الخاص من المصالح المركزيه في شهر 4، وقمنا باعداد طلبات داك الملف ديال طلبات العروض من اجل مكتب الدراسه، وكنتسناو غير هذيك الموافقه باش نقوموا باعداد طلبات العروض، وان شاء الله الا تاخرنا في اول 2017 غتبدا الدراسه. من بعد هذيك الدراسه اللي غتكمل، واش كيكون في الدراسه؟ اولا كنشوفوا هذوك الموارد البائعه الثقوب الحاليه، واش الماديه ديالهم كافي من اجل سد حاجيات المركز، واش لاكاليتي ديالهم مزيانه، كنشوفوا الخزانات واش صالحين ولا غيتبناو خزانات جداد ولا خصهم الترميم. وبالنسبه للشبكه راه غتعاود بالكامل في الدراسه اللي كيدير المكتب، الشبكه كتعاود بالكامل بالمنطقه الفرديه. وايضا في الملاحظه ديالكم ففي هذيك الدراسه غندخلوا باش تزود مركز تيموليت من القناه اللي كتزود بديلات بني بلاد انطلاقا من محطه المعالجه ديال سبي الويدا في ملف طلبات العروض، فهي داخله في الترم اللي غيخدم عليه مكتب الدراسات. من بعد ملي كتكمل الدراسه وكنعرفوا الغلاف المالي، كيقوم المكتب بالبحث على الاعتمادات الماليه، لان كما شرحنا لكم 70% من المشروع يعني كيمولوا المكتب، و 30% كتمولوا الجماعه، وقلنا لك 30% راه كتاديها لكم المديريه العامه للجماعه المحليه. ملي كيلقى المكتب التمويلات كنقوموا بتوقيع اتفاقيه التمويل، كنديروا اعلان عن طلبات العروض بالاشغال باش يديروا بالاشغال على حسب الدراسه. ملي كيكملوا الاشغال كنديروا واحد الاتفاقيه ديال التسيير مع الجماعه، وكندخلوا نسيروا على ذاك المشروع جديد. والباب ديال المكتب كيبقى مفتوح الا كانت شي مساعده تقنيه، لان في اغلب الاحيان في هذه المشاريع كتلقى واحد 20% ديال المشاكل يمكن اللي كدير 80% ديال الاضرار. الا بغيتو تسيب العمله تتبرجوا شي لجنه، نخرجوا حنا التقنيين ديالنا ونشوفوا المشاكل اللي كتعيشها اللي فعلا اللي كيعاني منها الشبكه ولا التجهيزات ديالها. حيت كنت سمعت انا غير كاين وقت واحد النقص يعني في المحول الكهربائي اللي كيزودوا بجوج ديال لي فراج، يعني الا خدموا غير بجوج مثلا ما كيقدروش يخدموا بجوج، وهذا كيسبب واحد النقص في الماء. اذا كنا نخرجوا ندير واحد ديغنوستيك ونخرجوا لكم واحد المشروع استعجالي بما يجي المشروع ديال المكتب باش نقصوا المشاكل ديال الشبكه. وشكرا. شكرا. دونك هاد النقطه هادي نقول لها مره اخرى، دونك انا السيد رئيس الاتحاد ديالو جينا فيها جوج خطوط الناس اللي غادي يجي عندنا غادي نجلسوا مع المكتب وغادي نحاول ان شاء الله، لان الاجل اللي عطيتينا الاجل بعيده شي شويه، هذا بنا اخر 2016 عاد الدراسه، دونك الاجل اللي بعيده شي شويه، حنا غادي نعاود نشوفوا واش نقصوا من الاجل، وكذلك ندخلوا عند السيد المدير العام ربما يكون التعجيل بالامداد بالميزانيه الخاصه ان شاء الله.